صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: طلبت من شخص أن يصرف لي مبلغ 500 ريال، فقال: لا يوجد لدي إلا 400، ويبقى لك 100 أعطيك إياها فيما بعد، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من البيوع أم أنه صرف فقط؟ هذا صرف ولا يجوز هذا العمل. إذا كان ما عنده فلوس تكفي رحلة ثانية، صرفها عند جيرانها عند أهل السوق. نعم، أو قل له أجيب لك حسابك، أجيب لك حسابك غدا أو قريبا، أما أنك تعطيه بعض ويأخذ منك النقود أو يعطيك بدل بعض بدلها فهذا لا يجوز. لا يفترقان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يفترقان وبينهما شيء. نعم.